صرح معالي وزير النقل والاتصالات بأنه سيتم إسناد مشروع طريق دبالي ما خصب وتسليمه للمقاول منتصف العام المقبل، وذلك على هامش حفل الافتتاح الرسمي لطريق الباطنة السريع. التوقيع على اتفاقية لتنفيذ وتشغيل مشروع مسار انزلاقي بقرية بسفات العبريين بولاية الحمراء، ويهدف المشروع الذي سيكون الأطول من نوعه على مستوى السلطنة إلى تعزيز الحركة السياحية.